في اليمن أيضا قتل 13 حوثيا في اشتباكات مع المقاومة الشعبية في مدينة دمت بمحافظة الضالع، وتشهد دمت معارك كر وفر بين الطرفين منذ نحو أسبوع. وفي محافظة الجوف شمالي اليمن قتل 4 حوثيين في مواجهات مع مسلحين قبليين في منطقة سوق الخميس بمديرية خب والشعف، وتشهد المحافظة مواجهات متقطعة بين مسلحي القبائل والحوثيين الذين يسيطرون على معظم المناطق فيها. ينضم إلينا من عدن مراسلنا نبيل اليوسفي لوضعنا في آخر التطورات الميدانية على الساحة اليمنية. إليك نبيل. نعم، القوات الحكومية تدفع بالمزيد من التعزيزات وكذلك المقاومة الشعبية إلى منطقة المصراخ في جبل صبير بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن بعد سيطرة الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح على مديرية المصراخ. الجميع يخشون أن تأتي القوات الرئيس السابق صالح وكذلك الحوثيين بعد سيطرتهم على المصراخ أن يلتفوا جنوبا ثم بعد ذلك التوجه غربا لقطع الإمدادات على الجبهة الغربية، وهي بالتحديد وادي الضبابة التي تدور فيها معارك بين الحوثيين والمقاومة الشعبية. لذلك فقد دفعت المقاومة بالكثير من القوات والآليات من أجل إعادة السيطرة على المصراخ في جبل صبر. كذلك في منطقة ذباب وهي تابعة كذلك لمحافظة تعز كان هناك حتى الآن اشتباكات عنيفة ما بين الحوثيين وقوات الرئيس السابق من جهة، بالإضافة إلى المقاومة الشعبية التي أسندت بقوات كبيرة من التحالف العربي إلى تلك المنطقة، وبالتحديد في الطريق إلى المخا كان هناك الآن خروج من قبل الحوثيين من معسكر العمري الذي شهد اشتباكات عنيفة. الآن الحوثيون خارج هذا المعسكر أو خارج حدودهم الجغرافية، غير أن المقاومة حتى الآن لم تسيطر على المعسكر الكبير أو المترامي الأطراف، ولكن الاشتباكات ما زالت في الطريق أو القريب من المعسكر. هنا في كذلك في المنطقة المؤدية إلى محافظة لاحج الحوثيون هذا اليوم أطلقوا عدة صواريخ كاتيوشا على قاعدة العنادة الجوية، حوالي 10 صواريخ من جبل الياس وهو جبل في القبيطة الغرب المنطقة أو غرب مكان أو معسكر العند هنا في محافظة لاحج جنوب اليمن، غير أن هذه القذائف لم تؤدي إلى أي إصابات، وبالتحديد كان القصف من جبل الياس المطل على القبيطة التابع لمحافظة لاحج جنوب اليمن. شكرا جزيلا من عدن مراسلنا نبيل اليوسفي.